فديت شفايفك. واحد يقول له واحدة عمرها 13 سنة فديت شفايفك ليش؟ سارة يا أبو سارة ليش تراسل واحدة صغيرة زي هذه؟ أول حاجة لازم ناكل هذه بعدين نقدم. بنكتب البوكسونا. بني جين. أنيوهاسيو. جين من إيطاليا مجيتكم فيديو جديد. الفيديو راح يكون قراية رسائل، يعني قراية رسائل تاسوما حقة الانستغرام، لأنه تاسوم ما تعرف تقري اللغة العربية لسه. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتشتركوا بقناة نارين وقناة تاسوم وقناة العائلة، بحط لكم في صندوق الوصف. وهنا رسالة اسمه أبو سارة. يا أبو سارة ليش تراسل واحدة صغيرة زي هذه؟ أنت أبو سارة، أبو سارة السالمي، ما قال له كيفك، هاي كيفك، وش دخله يراسل؟ هو أبو سارة إيش يراسل طفلة بعمرها؟ قال له هاي كيفك بس. إيوة طيب ليه؟ اللي يشوف يحسب إنه طاب إيدي. صح. تابعني دائما، فقالت لك هاي، نقول لها هاي يا من متابعيني فان حقتي. طب فأنا راح أرد عليها هاي، وخدت. لو أنا منها برد لك باي. كل ما تشي كتشي. مرة كثير. شخص اسمه أمين نوران إيش كاتب؟ أهلين تاسوم، إحنا عندنا نفس عدد المتابعين، أحبك. كسب التاسوم الحين معجب. واحد بيحبك يا تاسوم. واحد بيحبك والله. وصار عندك شخص بيحبك وأخيرا عجزة كسلتها. وينك تاسوم؟ حتى اتصل لك يا بنت ما ترد عليه. ليه ما ترد عليه؟ اتصل لك اتصال يعني اتصل لها اتصال وبعدين رسل لها اتصال فيديو. حتى هو عنده نفس المتابعين، كيف طلع يا عمي؟ هنا في واحد اسمه حمودي حمادة. حمودي حمادة تحسي موسيقي يعني على القافية. حمودي حمادة ياكل الدادة. يا زينك صرتي حلوة ونوتتك فظيعة ونوتتك تجنن ما شاء الله. او ماي جاد نوثه. اوه من زمان نظيفه. اول حاجه قال لها نظيفه ما شاء الله. نوثه ثاني يا زين قال لها كلام سيء. انت يا ابو ذوفيلي انقلع. والله قايل لها كلام. لي فديت شفايفك. واحد يقول له واحده عمرها 13 سنه فديت شفايفك ليش؟ انت مريض نفسي. رسل واحد منهم رسلنا الحين يعني رد على رسالتك. خلينا نجو هاي. بس انا اللي اشوف الرسائل حسابي. انا جوالي انا بشوف الرسائل. شوفي لي شكلك كيوت. سلم فوق عملت لك على الرسمه اللي انت نزلتيها. وانت سويتي هذه الرسمه وانا ما اعرف. شوفي اللي ورا. شوف سوتها هي الرسمه. اه هي سوتها تاسم. شوفها هي سوتها لحقتها. هي تحب تسوي ترسم. ليفاي. اه على فكره ممكن تسوي لكم جوالات غلافات جوال وترسمها امامكم اذا حابين هذا النوع من المحتوى. قولوا لها عشان تنزل. والله شوف الرسمه تعمل غلافات وتزين هذه الاشياء. وعلى فكره هي تخيط الملابس لنا. ف قولوا لها تسوي هذه الشغلات كمان. احبك من الكويت. او ماي جاد انا احب اهل الكويت. والله انا احب اهل الكويت. احب كل الدول العربيه بس اهل الكويت شيء خرافي. تاسوم اعملي فيديو كيف نحفتي وشنو الاكل اللي اكلتي وشنو الرياضة اللي تعمليها. بليز احبك من الكويت. ايش عملت؟ اقول لكم انا بعد احبك. صار انا من ايضا. هي بس واي واي اي وبعدين جي. المهم فهي تقول تاسم اتمنى تردي علي. كنت عايزة اعمل زي لون شعرك. اتفرجت على الفيديو اللي مامتك صبغت لك فيه فكنت عايزة اسألك لما فتحتي شعرك يعني فتحتي شعرك تاني مرة استخدمتي ايه؟ بودرة تشقير ولا بودرة حاجة تانية؟ عشان مامتك قالت في الفيديو حنفتحه بطريقة ثانية. اسأل امي وارد لك. والله
واقول لهم على فكره انا مو تازم، انت جايه تموتي عندي، يلا انقل عند وجهك يا رخمه رخمه رخمه. اديني جوالي يا رخمه رخمه. بس لك هارد. هاي. وهنا في وحده كتبت لك انيا انيا رساله مره كثيره وانا ما قادره افتح، يعني شوف شو كثير كثير حاجات. قلت لك في الدواء تقولي انا اكل كيس اكل لا وايش على اساس تبين انا اكل الدايت، بعدين اخذت على طول سن كريم. اقول من انه طعمه حلو مش انه دايت. اي دايت اي خفي علينا مش دايت. انا قلت اني بيت. هذا بيرسل رساله، رسل لي رساله ثانيه اليوم واضح المود روقان، هو اللي رديت عليه ما ادري هي بنت ولا ولد ما اعرف، فقاعده تردي ومستمتعه متاكده مو اخوكي الصغير، بدات اشك عسى دوم الضحكه. يا هلا باهل الكويت انا احبكم مره. نصور فيديو اني اقرا رسائل اختي الانستغرام فانا رديت عليكي. كل عام وانتم بخير وانا احب الكويت مره. ترى هي ما تعرف تقري العربي بس. هاي والله في السومات. هي قاعده الحين في قاعه الاختبار، يعني قاعده تعمل اختبار وقاعده ترد. ايوه بالتوفيق بالاختبار ان شاء الله تيجي درجات عاليه. اوكي ان شاء الله عزميني على حاجات حلوه. اوكي ايش شكلي بدزلج نتيجه عشان تعرفين ايش كثر وجهك خير علي. ان شاء الله ان شاء الله يكون خير عليك وتيجي درجات عاليه. فترى لهجتي مضروبة كويتي على سعودي، لا تركزون واجد. لا والله ما ركزت ولا شيء، بالعكس لهجتك وكلامك واسلوب كلامك مرة حلو. شكرا وان شاء الله تكوني يعني درجات، ان شاء الله يكون وجهي وجه خير عليك. وانت اصم وانت اصم انا قاعدة راسل للعالم في جوالها له ايش، واخدت صداقة مع البنت، انا اللي اخدت صداقة بجوال تاسم. والحين وصلنا والحين وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكون حبيت الفيديو حبيته الرسائل وردينا على اصحاب تاسم وردينا على الناس المتابعين حق تاسم. ان شاء الله حبيتوا رسائلي معكم. ترى تاسم ما تعرف تقري عربي عشان كذا في ناس يطلبوا منا تراسلهم يعني وكذا، فهي ما تعرف ايش يقولوا فما نقدر. المهم قبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا تشتركوا في قناة نارين وقناة تاسم وقناة العائلة، بحط لكم في صندوق الوصف، وتشتركوا بقناتي كمان لو انتم لساتكم جدد، كمان تقولوا لي ايش اكثر شيء حبيته في المقطع. تنسوا تدعموا القناه لانه ان شاء الله راح نرجع من جديد عائلتنا مع تاسم. يوب كيون جوك هجمت شهبال. المهم احبكم مره، يلا باي. ناكل هذا الشيء لا تعضيني مقزز تنبهج تروح.